بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي وحشتوني جدا جدا جدا، وربنا ما يحرمناش منكم أبدا يا رب العالمين، ويجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويجمعنا بالحب ده مرة تانية على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب جميعا شربة هنيئة مريئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أدينا داخلين على النبي بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، اصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حاجة جميلة قوي قوي. بيعرفهم ان في زمن الفتنة ان الانسان لما يعبد ربنا هياخد اجر اللي هيخطر على قلب بشر. الحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العبادة في الهرج يعني في الفتن كهجرة الي، يعني كهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عنوان درس الليلة دي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا الإنسان في زمن الفتن، والفتن كترت قوي في زماننا ده بالذات، فلما كترت الفتن اللي هيتمسك واللي هيعبد ربنا واللي هيتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى احنا نشوف كيف هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة أكبر حدث في تاريخ الإنسانية كلها، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما بعد وفاة النبي عليه السلام، يعني لما حب أن هو يؤرخ كيف نبدأ العام الهجري، نبدأه منين بالضبط، فأرخوا رضي الله عنه وارضاه، قالوا له طب نأرخه من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، قالوا له طب من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، قالوا له طب من رحلة الإسراء والمعراج، ودي كانت تكريم عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، في النهاية عمر بن الخطاب الملهم الفطن اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال أيضا لو كان نبي بعدي لكان عمر. وإذا بعمر بن الخطاب يقول نؤرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة في يوم من الأيام في أوائل التسعينات كده كنت معدي من قدام إحدى السفارات الأجنبية، سفارة دولة كندا، فكانت عاملة فتح باب الهجرة لكندا، فوجئت بأعداد عجيبة. كنت ماشي كده بالعربية ففجأة لقيت الشوارع كلها مسدودة، فنزلت وبسأل واحد بقول له في إيه؟ قال لي أصل كندا فتحت باب الهجرة لكندا وأمم من البشر بقى عايزة تهاجر. قلت سبحانك يا ربي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الهجرة للمسلمين ليهاجروا إليه صلى الله عليه وسلم وقال العبادة في الهرج كهجرة إلي، فتح الباب من أكثر من 1400 سنة وقليل من يهاجر. فلما تفتح دولة أجنبية باب الهجرة عشان نروح نشتغل هناك خدم عند هؤلاء الناس، كل الشوارع تتملي. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فعشان كده النبي عليه السلام وضح لنا ان العباده في الهرج في الفتن دي هجره الى النبي صلى الله عليه وسلم او كهجره الي صلى الله عليه وسلم.
ليه؟ لأن في زمن الفتن بتختلف المقاييس وتفسد المعايير وبتكثر الفتن، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يبقى لازم يكون في أجر، طبعا في أجر عظيم جدا للي يصبر على دينه ويتمسك بدينه وإيمانه في زمن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. النبي كان بيكلم الصحابة بيقول في زمن الصبر اللي احنا بقى عايشين فيه ده اللي هيتمسك بدينه ليه أجر 50 واحد من زمن الصحابة. فالصحابة استغربوا، قالوا: منا أو منهم يا رسول؟ قال: بل منكم، 50 واحد منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ويجي الأجر الثاني كما عند أحمد بسند صحيح يقول: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الدنيا بيهاجروا بأبدانهم، رايح مسافر كندا، مسافر أمريكا، مسافر أي دولة أوروبية، بيهاجر ببدنه. أما أهل الإيمان فيهاجرون إلى الله جل وعلا، ويهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، هجرة قلبية، هجرة بقلبي وعبادتي وتوكله على الله عز وجل وإنابتي وتسليمي وإذعاني وخوفي ورجائي ومحبتي بكل أعمال القلوب، بنهاجر إلى الله ونهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: متى فكر النبي في الهجرة؟ فكر النبي في الهجرة لما مكة رفضت بذرة التوحيد. وخد بالك دي ما كانتش أول هجرة، لأن خد بالك من حاجة، النبي صبر 13 سنة في مكة على إيذاء قريش وعلى شتم قريش وسب قريش وإيذاء لا يخطر على قلب بشر. فده درس لأي داعية: اصبر، اصبر على ألم الدعوة، اصبر على الإذاء اللي بيوصل لك من خلال الدعوة، لأن النبي صبر صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة دي هجرة النبي عليه السلام، كان في قبلها هجرتين بس للصحابة مش للنبي. كان في الهجرة الأولى للحبشة لما اشتد إذاء المشركين، فالنبي دلهم على الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا، اللي هو النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. سافروا وهاجروا الهجرة الأولى، وبعد ما هاجروا الهجرة الأولى في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، النبي واقف في حضن الكعبة بيصلي بسورة النجم، وكان خلفه الصحابة والمشركين قاعدين بيتفرجوا عليهم، وإذا بالحبيب المصطفى يقرأ: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الإمام البخاري وهو بيروي بيقولك: باب سجود المشركين مع المسلمين. يقول الراوي: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. من واقع هذه الآية العظيمة على أسماع المشركين سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل خبر، وكانت إشاعة يعني، وصلت للصحابة الموجودين في الحبشة: الحقوا ده، الحمد لله الدنيا بقت جميلة والمشركين آمنوا ودخلوا في الإسلام، وحتى شفناهم بيسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل بقى الأخ أبو جهل، وأبو لهب بقى الأخ أبو لهب، وجمال ما شاء الله زي الفل. طبعا كانت إشاعة. هم جم يعني من الحبشة وداخلين مكة، فلقوا الإيذاء زي ما هو بل ازداد، فرجعوا مرة تانية، لكن كتر العدد في المرة التانية وسافروا 80 واحد من الصحابة والصحابيات. سافروا 80، خدوا بالكم بقى من حاجة بقى، ورجعوا 2 سفينة كاملين من المسلمين، من مسلم العرب ومسلم الحبشة، وغير ان النجاشي اللي هو ملك الحبشة اسلم، وعدد كبير ايضا في الحبشة اسلم، ولكن ما جوش معاهم، لان الانسان كل ما يروح مكان بينشغل بالدعوة، الهوى اللي بيتنفسه هو الدعوة،
كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام ابن القيم: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى المهم جدا جدا اللي هو أهم سؤال النهاردة، بالعقل كده، النبي عايز يسافر من مكة، يهاجر من مكة للمدينة، وكفار قريش بيكرهوه ودبروا 9 مؤامرات لقتله وسبوه وشتموه واتهموه في عرضي وعملوا فيه الاعمال دي كلها. طب هم كانوا زعلانين ليه ان النبي هيهاجر؟ طب ما يسيبوه بالبلد كده، يعني بلغه المصريين ساب لهم الجمل بما حمل. ايه المشكله؟ ايه اللي مضايقني؟ انا بكره حد، الحد ده مسافر ومهاجر. طب ما انا بقول الحمد لله بركه يا جماعه انه سابنا ومشي. لكن هم كانواش عايزين النبي يهاجر ليه؟ لسبع اسباب هقولهم لك في عجاله سريعه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، ان مكه اتقسمت نصين، مش نصين في العدد، يعني اتقسمت حزبين، ناس مؤمنين وناس كفار مشركين. المشركين دول تقريبا ما فيش حد منهم الا وليه واحد قريبه اسلم وهيهاجر. معنى كده رغم ان الراجل ده مشرك والتاني اللي اسلم ده وهيهاجر ده راجل مسلم، رغم ذلك بس في قرابه برضه وهو مش عايز يفرقه. فكل يوم أهل مكة يصحوا الصبحية يلاقوا واحد هاجر، تاني يوم يلاقوا أسرة كاملة هاجرت، ثالث يوم يلاقوا 4 5 هاجروا. مكة ابتدت تفضى على المشركين، والموضوع ده هيسبب لهم إيلام، لأن مكة هتفضى مش هيبقى في حد موجود خالص غير نص الأعداد أو عدد بسيط جدا من الناس اللي موجودة، والباقي كله هاجر من مكة إلى المدينة. فالموضوع ده كان مضايق جدا للمشركين، مش عايزين حد يهاجر. يخلوهم معانا ونأذيهم بس يهاجروا؟ لأ. سبحان الله. السبب الثاني، ان لما هيهاجروا هيقيموا دولة وهينشروا الاسلام في كل بلاد العالم. لو انتشر الاسلام والدنيا كلها اصبحت تدين بالاسلام، ده هيبقى اكبر طعنة في ظهر المشركين. ليه؟ لان هم مستفيدين جدا جدا من وجود الشرك والوثنية في ارض الجزيرة. ليه؟ في مواسم الحج الناس اللي بيجي لهم بيستفيدوا من بيع الاصنام، من تجارة الخمر، من الزنا، ربنا يعافينا ويعافيكم، من الربا، من حاجات كتيرة جدا جدا. يبقى تجارة خمر وتجارة تماثيل وربا وزنا وكل الحاجات دي كلها، دي موسم عند الكفار بتوع قريش. فلما الناس تسلم يبقى لا حد هيشتري خمر، ولا حد يعزم بالله يزني، ولا حد هيشتري تماثيل عشان يروح يعبدها من دون الله، أصنام عشان يعبدها من دون الله، ولا حد هيتعامل بالربا، لأن الإسلام بيحرم كل دوت. فكانت هتبقى ضربة قاسمة في ظهر قريش. الحاجة الثالثة، إن المشركين عارفين إن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم مش رايحين المدينة عشان يتفسحوا، دول رايحين عشان يقيموا دولة، وبعد ما يقيموا دولة هيرجعوا مرة ثانية لمكة، مش عشان يقيموا فيها لكن عشان يقيموا فيها أيضا دولة للإسلام. فدي كانت طعنة كبيرة جدا برضه في ظهر قريش، فمش عايزينهم يهاجروا. الحاجة الرابعة، إن سكان يثرب اللي هي المدينة المنورة كلهم من الأوس والخزرج. الأوس والخزرج اللي الناس ما تعرفوش عنهم إن دول أقوى وأكبر قبيلتين موجودين في أرض الجزيرة، ولولا إن الحروب الطاحنة ما بينهم سنوات طويلة جدا أضعفت قوتهم لكانت قوتهم ظاهرة جدا في أرض الجزيرة، لكن انشغالهم بحرب بعض هو اللي خلى القبائل التانية مش حاسة بقوتهم. لكن قريش عارفة قوتهم وعارفة إن الأوس والخزرج لو أسلموا هتبقى أكبر مصيبة في حياة قريش، لأن الأوس والخزرج لوحدهم كافرين إنهم يقضوا على كفار قريش. الحاجة الخامسة، إن اليهود بيسكنوا في المدينة، اليهود بطوائفهم الثلاثة، خد بالك، واليهود أهل عدد وعدة وحرب وعتاد وكثرة، فوق ده كله دول أهل كتاب وسهل جدا إنهم يسلموا، عكس الوثنيين اللي بيعبدوا الأصنام. فلو أسلم اليهود هتبقى دي الضربة القاسمة بالبلد كده، هتبقى نهاية كفار قريش لو أسلم اليهود في المدينة. عشان كده الكفار ما كانوش عايزين النبي والصحابة يهاجروا. رقم 6، إن يثرب اللي هي المدينة المنورة بتقع على طريق التجارة اللي ما بين قريش وما بين الشام، وهم كانوا بيتاجروا مع الشام كل سنة بربع مليون دينار، وده مبلغ لا يخطر على قلب بشر، ده مليارات النهاردة، واخد بالك، ربع مليون دينار. فلو حصل ان النبي تمكن من يثرب من المدينة هيقطعوا خط التجارة ما بين قريش وما بين الشام، وبالتالي هتفتقر قريش بل هتضيع التجارة بتاعتها تماما. اخر سبب،
ان المدينة محصنة طبيعيا بالحارات والجبال من ثلاث جهات وما فيش غير جهة واحدة بس اللي في الواجهة، فبالتالي هتبقى مدينة محصنة محدش يقدر يغزوها بسهولة. واكبر دليل على كده ان في غزوة الخندق لما راح 10,000 واحد عشان يغزو المدينة ما قدروش، لان النبي عارف ان المدينة محصنة طبيعيا من ثلاث جهات، فعمل خندق من جهة واحدة عشان يحمي المدينة. فعشان الاسباب دي كلها كان كفار قريش رافضين تماما ان النبي يهاجر من مكة الى المدينة. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم سبع أسباب، سبب السبع أسباب دولت الكفار ما كانوش عايزين النبي يهاجر من مكة إلى المدينة. طيب خد بالك من حاجة، طب الصحابة نفدوا وسافروا خلاص وهاجروا إلى المدينة، يبقى لازم النبي ما يهاجرش. طب ليه؟ قال لك بالإضافة للسبع أسباب اللي فاتت ديت، إن النبي لو راح المدينة هيبتدي ياخد بعض الإجراءات وهيبتدي ينفذ بعض الخطط من أجل نشر الإسلام ومن أجل إقامة الدولة، وبعدين بعد كده العودة إلى مكة عشان تبقى مكة مدينة للإسلام. فقال لك طول ما النبي، طول ما محمد صلى الله عليه وسلم بلغتهم يعني، طول ما محمد قائم بيننا محدش من الصحابة هيقدر ينفذ أي خطة، لسبب هيبقوا خايفين على النبي. إنما لو راح لهم خلاص هيطمنوا ويبتدوا ينفذوا كل الخطط بتاعتهم. عشان كده قالوا ما دام الصحابة هربوا ووصلوا إلى المدينة تمام، يبقى خلي محمد بيننا ما يهاجرش أبدا. بدأوا يعملوا اجتماع طارئ في دار الندوة وبدأوا يخططوا نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال نحبسه، وبعضهم قال نقتله، وبعضهم قال ممكن ننفيه لأي مكان تاني بس بعيد عن يثرب. فلحد ما قام أبو جهل وقال إيه رأيكم هنجمع من كل قبيلة، طبعا كانت كل القبائل مجتمعة إلا قبيلة بني هاشم، قالوا نجمع من كل قبيلة شاب كده قوي جدا، شاب من أقوى الشباب بتاعة القبيلة ديت ويكون معروف، وبعدين نديله سيف مسموم. والسيف بيسموه إزاي؟ بيحطوا الحديد بتاع السيف ده على نار لحد ما يحمر، وبعد ما يحمر يطفوه في سم خالص يصبح السيف مسموم. قالوا والشباب دول كلهم يقفوا أمام بيت محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج يضربوا كلهم ضربة رجل واحد فيتقسم دم النبي بين القبائل. تيجي بقى بني هاشم تقول لهم القصاص ما يقدروش يحاربوا كل القبائل ديت، فيقبلوا الدية وبكده نبقى خلصنا من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا حلو قوي، ده رأي جميل جدا، فاجتمعوا على هذا الرأي. في اللحظة ديت شوف عناية ربنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل يقول له يا رسول الله لا تبيتن الليلة في فراشك، خد بالك، والله عز وجل أذن لك بالهجرة. كان شاغل النبي صلى الله عليه وسلم مين هيهاجر معايا؟ قال ومن يهاجر معي يا جبريل؟ قال أبو بكر الصديق. يبقى هجرة أبي بكر الصديق اسمه مسمى من فوق سبع سماوات، ده أمر إلهي إن الله يهاجر معك يا رسول الله هو أبو بكر الصديق. بدأ النبي عليه السلام ينظم شؤون أو أمر الهجرة بينه وبين الصديق أبي بكر، وبدأ أبو بكر يعد الراحلتين اللي هم هيهاجروا عليهم. وراح النبي منادي لعلي بن أبي طالب وقال له هتبات في فراش الليلة يا علي، خد بالك وتغطى يعني بالبرد بتاعي، وبعدين تفضل مكانك كده لسببين. رقم واحد علشان يعمل عملية تمويه والكفار يبقوا متيقنين إن النبي ما زال نائما، فبالتالي حركة المطاردة ما تبقاش بدر عشان ما يوصلهوش. الحاجة الثانية علشان النبي كان بالنسبة لكفار مكة كان بنك بس مش ربوي، بنك إسلامي، كان بيشيل الودائع بتاعتهم كلها عنده صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يأتمنوا لأي حد أبدا. يعني مش ممكن أبو جهل يأمن لأبو لهب، كان هياكل فلوسه، لكن هم يأمنوا لمين؟ شوفوا ده من أعجب العجائب، إن هم بيحاربوا النبي وعايزين يقتلوا النبي، ولما يعوزوا يشيلوا مثلا فلوسهم ذهبهم أي حاجة لا يأتمنوا أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قعد علي بن أبي طالب مكانه وقال له خليك مكانك، عملية تمويه ده من ناحية، ومن ناحية تانية عشان ترد الودائع والأمانات إلى أهلها عشان ما حدش يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خد فلوسهم وهرب بيها، حاشا لله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. المهم
وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في نحر الظهيرة. النبي ما كانش متعود يروح لأبو بكر في المعدة أبدا، فلما راح له في الوقت ده كان ليها سبب، إن كل طرق مكة بتبقى فاضية في وقت الحر ده، الناس كلها بتبقى في الغالب قاعدة في الخيم بتاعتها أو في بيوتها، فمحدش يخرج في الوقت ده. فالنبي حب إيه؟ يروح في وقت يكون فيه أمان. راح لأبي بكر ودخل عليه فوجد عنده بناته وزوجته، فقال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن الله قد أذن لي بالهجرة. خد بالك، أذن لي بالهجرة، أبو بكر هيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش رايح يقضي أجازة وراجع، ده مش هيسافر يومين وراجع، ده مهاجر، يعني سايب وطنه، سايب تجارته، سايب بلده، وفوق ده كله هيمشي من غير أهله، يعني هيمشي ويسيب بناته ويسيب زوجته ويسيب أهله ويسيب حبايبه كلهم ويهاجر. ورغم ذلك أبو بكر جاهز دايما لأي تضحية. اتعلموا يا مسلمين إن يبقى مفيش حاجة عندكم في الدنيا أغلى من دينكم، دينك دينك، لحمك دمك، أغلى حاجة عندك في الكون ده كله هو دينك. فأبو بكر بكى، بكى من شدة الفرح. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. الله أكبر. وبعدين خلاص بيجهزوا نفسهم على أساس النبي عامل حساب على خطة معينة. إيه هي الخطة؟ الخطة في 10 عناصر بسرعة كده نقولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 1، النبي هيخلي صلى الله عليه وسلم هيخلي علي بن أبي طالب ينام في فراشه، ده رقم 1. رقم 2، النبي هيروح عند أبي بكر يقضي عنده جزء من الليل، وبعدين يبتدوا الهجرة في الثلث الأخير من الليل عشان محدش يكون شايفهم. رقم 3، لما هيقعد في بيت أبو بكر ويعوز يخرج من البيت مش هيخرج من الباب الرئيسي، وإنما هيخرج من فتحة خلف البيت عشان ممكن يكون البيت الرئيسي أو الباب الرئيسي متراقب. رقم 4، إن النبي صلى الله عليه وسلم هيسلك هو وأبو بكر طريق وعري جدا جدا، طريق الساحل ده للمدينة، عشان محدش بيسلكه ومحدش متعود عليه، عشان محدش يوصل لهم بسهولة. رقم 5، إن هيستأجروا دليل علشان يكون عارف الطريق ويوصلهم من الطريق الصعب ده. وخدوا بالكم بقى، الدليل ده كان رجل مشرك اسمه عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط ده رجل مشرك، عشان محدش يشك فيه، مش معقولة هيكون مسلم رايح دليل فبالتالي هيكتشفوه. إنما لما يكون واحد من المشركين لكن رجل أمين وجدع وابن بلد ومش هيغدر بالنبي أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن بالنسبة له الموضوع في البداية والنهاية هي مصلحة، انا باجرك عشان توصلني الطريق ده وخد فلوس اللي انت عايزها، فالراجل برضه حريص على مصلحته. فبالتالي استاجروا هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أريقط عشان يعرفهم الطريق. رقم 6، النبي صلى الله عليه وسلم هو والدليل اللي معاه وابو بكر هيتجهوا اتجاه الجنوب، المفروض يتجهوا للشمال للمدينه. قال لك لا، لان المشركين بمجرد ما يكتشفوا عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم هيروحوا في اتجاه المدينه، فالنبي اتجه اتجاه اليمن علشان يعمل عمليه تمويه، هيتجهوا الى الجنوب 5 أميال، 8 كيلو، 5 أميال يعني 8 كيلو. طيب وبعدين رقم 7، هيتجه إلى غار ثور. غار ثور في جنوب مكة ب8 كيلو، وبعدين هيطلعوا مكان كبير في الجبل، مكان عالي أو في الجبل، في موضوع متعب جدا جدا، محدش هيفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطلع المكان ده كله لأنه مكان وعر جدا وصعب جدا. رقم 9، النبي صلى الله عليه وسلم، أو رقم 8، إن النبي عليه السلام بعد ما هيقضي 3 أيام في الغار ده، ال3 أيام دولت ما هو عايز يعرف أخبار مكة، عايز يعرف بيفكروا في إيه، وصلوا لإيه، ماشيين في أنهي طريق، بيتكلموا بيقولوا إيه. فكان لابد أن يكون في إعلامي صادق علشان يجيب لهم الأخبار، وكان هو الرجل ده عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فهو اللي كان يفضل قاعد طول النهار بين أهل مكة ويقعد في منتدياتهم ويسمعهم بيقولوا إيه، وبعدين في أول الليل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم والأبي بكر في الغار، يقعد معهم لحد الثلث الأخير من الليل ويرجع تاني يبات في مكة، ويقوم الصبحية يوري نفسه لأهل مكة عشان يبقى عارفين إن هو كان بايت في مكة، يعرف الأخبار ويروح ينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم 9، لازم حد طبعا يعمل عملية تمويه خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عبد الله بن أبي بكر، لأن طبعا أكيد هم لما هيتتبعوا أثرهم ممكن يعرفوها من أثر الأقدام، فإذا بعامر بن فهيرة اللي هو مولى أبي بكر الصديق يطلع بشوية غنم ويمشي وراء أبي بكر ووراء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا للغار، فآثار أقدام الغنم بتعمل إيه؟ بتداري على آثار قدم النبي وأبي بكر، وبعد كده لما يجي عبد الله بن أبي بكر يروح يوصلهم الأخبار برضه يجي عامر بن فهيرة يمشي بالغنم على آثار عبد الله بن أبي بكر عشان محدش يعرف آثار
اثار الاقدام. اخر حاجه هياكلوا ازاي؟ تقوم تيجي اسماء بنت ابي بكر، ودي رقم 10 في الخطه، تيجي اسماء بنت ابي بكر تروح شقه النطاقين بتاعها، النطاق بتاعها نصين، تبقى ذات النطاقين، تحط هنا في الجزء ده اكل والتاني تربط بيه لبسها وتروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم بقى من المفاجاه الكبيره، اسماء بنت ابي بكر امراه يعني ضعيفه، ما تقدرش تمشي في الشمس دي كلها 8 كيلو، وفوق ده كله هتطلع الجبل، لكن المفاجاه الكبيره انها حامل في الشهر السابع. يعني ممكن الحمل ده يسقط، خدوا بالكم، ممكن الحمل يسقط، اي نعم، ورغم ذلك بتضحي بنفسها وبتضحي بجنينها علشان تروح توصل الاكل الى النبي صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر. النبي عليه السلام، دي كانت الخطه طبعا، لسه هنبتدي بقى ننفذ الخطه. النبي كان الاتفاق ان هو يروح لابي بكر في اول الليل، يقعد عنده لحد الثلث الاخير ويبتدوا ايه؟ يهاجروا. جه يخرج النبي من بيته في اول الليل، فوجئ بان المشركين وصلوا بدري. اصبح بيت النبي محاصر. شباب اقوياء، عشرات الشباب، كل واحد جاي من قبيله ومعاه سيف مسموم، والكل واقف مستني النبي بره، مستنيين ان هو النبي يخرج فيضربوه ضربه رجل واحد فيقتلوه صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقى في حيرة، موقف طبعا غير كل الخطة تماما. وإذا بجبريل عليه السلام، شوف بقى، شوف النبي موصول بالسماء إزاي صلى الله عليه وسلم. يوم يجي جبريل يقول له: يا رسول الله أخرج من بينهم الآن فلن يراك أحد منهم أبدا. فيخرج النبي، خد بالك، صفين من الشباب الأقوياء، الواحد فيهم تشوفه يغمى عليك من منظره، ومعه سيف مسموم واقفين، والنبي يخرج ويعمي الله أبصار المشركين مؤقتا حتى ما النبي يخرج ويعدي، ولكن مبالغة في الاستهزاء بهؤلاء المشركين. يوم النبي يوطي على الأرض ويمسك شوية تراب ويعدي عليهم واحد واحد، يحط التراب فوق راسه وهو يقرأ قول المولى عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراح لأبي بكر، ولما راح لأبي بكر شويتين واحد من المشركين معدي، فلقى المشركين اللي واقفين، اللي هم الشباب اللي واقفين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لقاهم نايمين والتراب فوق راسهم، فراح مخبط عليهم كده ومصحيهم. قال: خيبكم الله، ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا حتى نقتله. قال: إن محمدا قد خرج من بين أيديكم، وقد وضع الرؤوس التراب فوق رؤوسكم، وقد وضع التراب فوق رؤوسكم. فبصوا كل واحد، بص لقى التراب فوق راسه، فبدا ينفض نفسه، قالوا: ازاي خرج؟ بصوا من فتحه الباب فلقوا واحد نايم ومتغطى، قالوا له: محمد الان مكانه؟ قال لهم: لا لا، ليس محمدا. فتحوا الباب ودخلوا، واذا بعلي بن ابي طالب مسكوه واغلظوا عليه في القول وحاولوا يضربوه، وقالوا له: اين محمد؟ قال: لا ادري. يحاولوا يمين شمال، لا يمكن. وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما نايم علي بن ابي طالب مكانه قال: ابشر فلن يصل اليك مكروه. طب والله العظيم وانا اقسم بالله لو النبي قال لعلي بن ابي طالب: نم مكاني يا علي وستقتل الليله، لقال: فداك ابي وامي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. علي بن ابي طالب فضل موجود، ما رضيش يمشي، هددوه وعملوه، قال لهم: مش همشي، لازم اوصل الامانات اللي سابها النبي عليه الصلاه والسلام لاهل مكه. فضل موجود لحد اما تاني يوم قسم الامانات كلها على اهل مكه. النبي وصل لابي بكر وراح له والمشركين لسه واقفين، لكن كفار قريش عرفوا باللي حصل، فعملوا حاله طوارئ واصدروا في الوقف التو واللحظه اربع قرارات. رقم واحد، ان لابد الان مداهمه لمنزل ابي بكر عشان نشوف اذا كان محمد عنده ولا لا، فلازم نروح حالا. مين بقى اللي ينبري ويروح؟ قال لهم: لا لا لا، دي عايزه واحد بقى كبير بتاعنا، عايزه ابو جهل. فابو جهل بنفسه راح رايح، خبط على الباب، طلعت اسماء: اين ابوك يا اسماء؟ قالت: لا ادري. لم يتمالك نفسه من الغيظ وراح ضاربها على وشها، فسقط الحلق بتاعها، قرطها، الحلق بتاعها، ونزفت الدماء من وشها، وصبرت ولم تتكلم. لكن على قد كده كان كفار قريش كان عندهم تخيل شويه خلق، يعني هو لما ضربها كان ممكن يقول لها وسعي ويخش يفتش. لما لقى اللي موجود في البيت كلهم بنات ونساء رفض ان يخش يفتش، مجرد ان هي قالت له ما اعرفش فعرف انه مش موجود ومشي ابو جهل. يبقى ده القرار الاولاني، مداهمه منزل ابي بكر.
القرار الثاني ان كل الطرق لابد يكون عليها مراقبة مسلحة، كل مداخل ومخارج مكة عشان يبقى عارفين خرج منين ودخل منين، عشان ما نسمحلوش انه يخرج ابدا لو ما كانش لسه خرج. رقم ثلاثة، مطلوب حيا او ميتا، واعلنوا جائزة 100 ناقة 100 جمل للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. سبحان الملك. رقم أربعة، مطاردة في كل طريق من 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 منطلق ان هم جابوا قصاص الاثر، في ناس هناك كان عندهم بقى خبره رهيبه، يبصوا كده على الاقدام يقدر يجيب لك اللي مشي ده مين ومشي امتى ويجيبوا له ووصلك لحد فين. وبالفعل وصلوا رغم الخطه المحكمه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، خطه كانت مكونه من 10 عناصر اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، رغم الخطه العظيمه دي كلها الا ان في النهايه برضه وصل المشركون إلى الغار. إيه اللي حصل هناك؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. بيت الرسول ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لحضراتكم النبي وصل للغار، وبعدين المشركين بدأوا بقى يتتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال انه ما راحوا لدار ابي بكر وتتبعوا في كل الطرق وجابوا قصاص الاثر ووصلوا للغار. كنت عايز اقول لك حاجه حلوه قوي قبل ما نوصل للغار، عايز اقول لك ان النبي لما وصل هو وابو بكر للغار، ابو بكر يقول له حاجه حلوه قوي. اولا ابو بكر قد ايه حضراتكم شايفين البذل والتضحيه اللي عملها، حاجه عجيبه قوي. خرجوا معاه 5000 درهم علشان يستخدمها في الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل كده صرف وهو في مكة 35,000 لخدمة الإسلام، وبعد كده لما هيهاجروا للمدينة هيفضل ينفق لحد آخر لحظة في حياته. وفي الهجرة استخدم أسرته كلها، أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهير المولى بتاعه، وهو نفسه خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقول له الصحبة يا رسول الله، مع انه عارف ان السيوف مستنياه بره هيتقتل هو يعني، ورغم ذلك هو مش خايف ومش همه. وخد بالك من حاجة، لما النبي قال له الهجرة ان انا مهاجر، ما قالوش طب يا رسول الله اصل انا ظروفي وعندي تجارة، طب اما اصفي، طب اما اعمل، طب عندي بس شوية حاجات اخلصها، ابدا. الصحبة يا رسول الله، جاهز على طول للبذل والتضحية. النبي خد بالاسباب يا جماعه، النبي ما قالش خلاص ادينا مهاجرين ويلا ومن غير اي اسباب، كان النبي قادر انه يقول يا رب خليني اهاجر من غير لا مشركين يشوفوني، ولا امشي في طريق، ولا استاجر عبد الله ابن اريقط، ولا امشي في اي مكان، ولا اخش الغار ولا غيره، ما زي ما يا ربي خلتني في رحله الاسراء والمعراج في همسه في ساعه من الليل اروح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج بي الى السماوات السبع، ما توصلني المدينة وخلاص. لكن النبي بياخد بالأسباب وبيعلم الأمة إن احنا ناخد بالأسباب. وفوق ده كله كمان النبي ما بيتوكلش على الأسباب، وإنما بيتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. شوف أبو بكر الصديق وماذا حبه للنبي، يعد الراحلتين ويظبطهم ويأكلهم ويشربهم، ولما النبي بيقول له أذني لي بالهجرة يقول له الصحبة يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأبي بكر بيقول له هذه راحلة يا رسول الله، اختار الواحدة منهم اللي انت عايزها. قال له بالأجر يا أبا بكر، مع أن النبي قابل من أبي بكر ياما قابل منه فلوس كتيرة جدا لخدمة الدعوة ولخدمة الإسلام مش عايزها لنفسه، لكن المرة دي بالأجر ليه؟ لأن النبي في رحلة الهجرة بالذات مش عايز أي حد يعطيه أي حاجة، عايزها كلها تبقى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ومن كد وتعب وفلوسه صلى الله عليه وآله وسلم. شفت حب أبي بكر للنبي عليه السلام؟ لما وصلوا للغار أبو بكر يقول له انتظر يا رسول الله حتى إذا كان به أذى يكون بي دونك يا رسول الله، ويخش أبو بكر ويمسح الغار ما فيش أي حاجة غير 3 فتحات في الحيطة، يشق اللبس بتاعه نصين يحط جزء هنا وجزء هنا ويبقى الشق الثالث، ينام على الأرض ويسده برجليه ويقول له ادخل يا رسول الله، يدخل النبي وينام من شدة التعب والإعياء، وإذا بأبي بكر يأتي شيء من الجحر ويلدغ أبا بكر ويشتد الألم على أبي بكر لحد ما دموعه نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي استيقظ قال له ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال له ما أخبرتنيش ليه؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. شفت الحب، أنا أموت بس أنت ما تقلقش. نقدر نحب النبي بالمنظر ده، أنا أموت بس أنت ما تقلقش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركين وصلوا لحد الغار وقدروا يوصلوا فعلا،
وخد بالك من حاجة، الغار كان مفتوح ودي هي المعجزة. قصة بقى ان كان في حمامة وفي شوية عنكبوت وفي الكلام ده كله، كل الكلام دوت ليس له اي سند صحيح. وعايز اتاكد من هذا الكلام اقرا في كتاب سيره الرسول، القصه كامله ما فيش اي سند على القصه دي خالص بمره. ودي اكبر اعجاز، لان لو كان في عنكبوت فين المعجزه؟ ولا حاجه من العنكبوت مداري، انما غار ومفتوح وما فيش لا حمام ولا يمام، والمشركين واقفين، وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قلبه مليان يقين في الله سبحانه وتعالى. قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. خد بالك المشركين فعلا لو بصوا يشوفوا، لكن تخيل هما ما بصوش. تخيل المشركين وصلوا لحد الغار وما بصوش في الغار. شفت عناية ربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت خدت بالأسباب، لكن الأسباب دي في النهاية هي أسباب بشرية، فالله عز وجل يكمل ذلك النقص البشري. أنا كبشر خدت بالأسباب، لكن في النهاية أنا بشر، ممكن يكون في يعني ثغرة معينة قدروا بخلالها يوصلوا للغار، فالمولى عز وجل يسترها بقى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خد بكل الأسباب البشرية وما بقيت إلا عناية الله سبحانه وتعالى. أنت وصلت للغار، الله عز وجل لا يشاء إن أي مشرك يبص في الغار، يوصل لحد الغار بس ما يمشي ما يبصش. شوف قدرة ربنا، شفت النبي خد بكل الاسباب. يوصلوا لحد البيت بدري قبل ما النبي يخرج من بيته، خلاص ما تشغلش بالك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انا هعميلك ابصارهم مؤقتا لحد ما تخرج. طيب انا خدت بالاسباب ورحت وشويه للجنوب وبعدين للشمال وشافي، المهم انا في الغار دلوقتي، ما تشغلش بالك، حتى لو وصلوا لك انا مش هخليهم يبصوا لك. شفت قد ايه قدره ربنا سبحانه وتعالى، شفت قد ايه قدره لا تحدها حدود. طيب بعد كده سراقه هيصلوا، برضه مش هيخليه يوصل لك، مش هخليه يأذيك، مش هخليه يعمل لك أي حاجة. المشركين وصلوا لحد الغار لكن ما دخلوش. إيه اللي حصل؟ المطاردة فشلت، لكن المكافأة ما زالت موجودة، 100 ناقة للي يأتي بالنبي حيا أو ميتا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ عدت الثلاث أيام، النبي قاعد في الغار هو أبو بكر ثلاث أيام، أسماء بتجيب لهم الأكل، عبد الله بن أبي بكر بتجيب لهم الأخبار، عامر بن فهيرة بيداري عليهم وبيعمل عملية تمويه وراهم عشان ما حدش يعرف هم فين. سبحان الملك. عدت ثلاث أيام وكان الاتفاق بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أريقة إنه ياخد الناقتين بتاعة النبي وبتاعة أبي بكر ويخبيهم في مكان، وبعد ثلاث أيام موعدنا في الغار، تيجي لنا بعد ثلاث أيام بالناقتين علشان نبدأ رحلة الهجرة. فيأتي بعد ثلاث أيام عبد الله بن أريقة المشرك الأمين، مشرك بس جدع، مشرك بس ابن بلد، مشرك بس عارف مصلحته فين. يقول لك انا مصلحتي مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه ما اسلمش. فجاله بالناقتين بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت ابو بكر، وجاء بناقه ثالثه لنفسه، وراح للنبي عليه السلام، وبدات الرحله، رحله الهجره من مكه الى المدينه. تحصل حاجه عجيبه جدا، ابو بكر ماشي قدام النبي مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره، فالنبي مستغرب ما الذي حملك على ذلك يا أبا بكر؟ فقال له يا رسول الله أذكر الطلب، الناس المطاردة اللي وراك دي بتاعت قريش فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك على الطريق فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك يا رسول الله. فقال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تتأذي أنت وأنا بلاش. قال له أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ماشيين في الطريق، النبي تعب عايز يستريح شوية وينام شوية، يوم أبو بكر يدور له على شجرة تحتها ظلة كبيرة، يقول له نام هنا يا رسول الله، وفرش له الرداء بتاعه وحطه له. نام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قلقان عشان النبي، فراح يدور يمين وشمال لحسن يكون حد من الجواسيس مستنيينه، فاطمن. فشويتين لقى راعي غنم، فقال له هل عندك من لبن؟ قال له أيوه. قال له برد ضرع الشاة ثم نفضه من التراب ثم احلب لي لبنا يعني لصاحبي. فبرد له اللبن وصبه له وصفه له واداهوله، وابو بكر اداله الثمن.
واستنى شويه لحد ما حس ان النبي شبع نوم وراح رايح له. هو راح للنبي عليه السلام لقى النبي لسه بيصحى. قال: نمت يا رسول الله؟ قال: نمت يا ابا بكر. قال: اتيتك بلبن يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. فاخذ النبي الاناء وشرب. قال: اشرب يا رسول الله، شرب. اشرب يا رسول الله، فشرب. يقول ابو بكر في الروايه: فشرب النبي حتى ارتويت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو شرب لحد ما انا ارتويت. شفت الحب، شفت اللفظ. وفي روايه: فشرب النبي حتى رضيت. انا رضيت ان هو شرب وانبسطت قوي قوي قوي. وبعدين قال له: نكمل يا رسول الله. قال له: نكمل يا ابا بكر. ومشوا مع بعض صلى الله عليه وسلم. وفجاه قدر ربنا سبحانه وتعالى برضه مع الخطه المحكمه دي كلها، برضه رغم ان هم الناس وصلوا للغار وربنا نجاهم منهم، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى برضه ان بعض المشركين شافوهم بس من الخلف، فقالوا اكيد هم دولت. راحوا في قريش بيحكوا الموضوع دوت، فجه واحد اسمه سراقه ابن مالك. قال لهم: لا لا لا، ده بيتهيأ لكم، ده فلان وفلان من قبيله كذا وانا شفتهم بنفسي. وسراقه عرف ان هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، بس عمل كده ليه؟ مش بيدافع عن النبي. قال لك: لا، دي فرصتي بقى، انا اللي اروح واجيبه عشان اخد ال 100 ناقه. 100 ناقه ديت يا جماعه في زماننا ده تساوي ايه؟ تساوي 100 عربيه مرسيدس. فقال: لا، دي فرصتي انا بقى، انا اللي اخدها. وراح سراقه من وراهم وخد الايه؟ الدابه بتاعته، الفرس بتاعه، وجري في نفس الطريق اللي الراجل وصفه له. وراح فعلا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعامر بن فهيره. فجأة لسه هيقرب من النبي، الفرس بتاعته قوائمها رجليها ساخت في الرمل، غرست في الرمل. طبعا ما كانش معاه فتيس غرس، فحاول يقوم الفرس مش عارف يقومه، فمسك الأزلام. الأزلام ديت حاجة كده زي قدح وبيحط فيه ثلاث سهام، واحد مكتوب عليها افعل والثانية لا تفعل والثالثة فاضية. هو بيعتقد انه لما يضرب يستقصي بالأزلام ديت، فلما يطلع السهم اللي فيه افعل يبقى الإله بتاعه بيقول له افعل، لما يطلع لا تفعل يبقى الاله مش راضي عن الفعل دوت، واللي فاضيه يعني معناها عيد تاني، انا ما قلتلكش لا ولا لا. الغريب ان هو لما استقسم بالازلام في كل مره تطلع تقول له لا تفعل، تخيل. ورغم ذلك بيخالف معتقداته، بيخالف الاله بتاعه، وبرضه عايز يروح ورا النبي عليه السلام. تقوم الفرس مره تانيه، وبعدين يجري ورا النبي، يقوم الفرس تغرس تاني، مره ثالثه يغرس مره، حد ما قال: لا لا لا، هذا رجل مؤيد من السماء. فطلب منه الأمان فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال له: كيف بك يا سراقة؟ خد بالك النبي مطارد والناس عاملين 100 ناقة عشان اللي يقتله أو يجيبه حيا أو ميتا، ورغم ذلك شوف الثقة في الله سبحانه وتعالى واليقين فيما عند الله. قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ده بيبشره في الوقت ده وفي الصحراء وهو مطارد، بيبشره بأن الإمبراطورية الكسراوية، إمبراطورية الفرس، ستنهزم وستهلك وستبيد، وفوق ده كله كمان هتاخدوا الكنوز بتاعت كسرى، وفوق ده كله أنت بالذات يا سراقة هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هم أعظم سوارين في العالم. فقال له: تكتب لي بذلك يا رسول الله؟ قال له: اكتب بذلك، اكتب له يا عامر. فكتب له، هو مصدق النبي بس عايز حاجة إيه يضمن بيها حقه، فكتب له بيهم. وبعد كده سراقة العجيب ان هو ما اسلمش الا بعد فتح مكة وحنين، خد بالك. بس لما جه بقى في عهد عمر بن الخطاب وحصل بقى فتوحات الفرس وربنا اكرمهم وسعد بن ابي وقاص جاب بقى الخزائن بتاعت كسرى، فاما لما وصل لعمر بن الخطاب قال: اين سراقة؟ اين سراقة؟ اين الرجل الاعرابي؟ قال: ها انا يا امير المؤمنين. قال: تعالى يا اعرابي والبث سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي وصل قرب المدينة وخلاص بينه وبين المدينة مسافة بسيطة جدا، وإذا بمفاجأة عجيبة جدا، يطلع عليه واحد اسمه بريدة ابن الحصين الأسلمي، رجل مشرك، وسمع إن المشركين قالوا اللي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا ليه 100 ناقة، 100 ناقة. فقال: بس أخد بقى حقي. وراح مطلع وراه 70 واحد من الفرسان، واعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأبو بكر وعامر بن فهيرة، قدامهم 70 فارس وعلى رأسهم زعيم قبيلة أسلم اللي هو بريدة ابن الحصين الأسلمي. النبي ما خافش ولا اترعب ولا اتهز، ولكنه الرجل بيقول له: سآخذك لأنال المكافأة 100 ناقة، يا إما أنت اديني
حاجة أشتري بيها 100 ناقة. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبدأ يكلمه بالقرآن والسنة، يذكره بالله، يدعو إلى الله. في لحظات، في لحظات والله أسلم بريدة بن الحصين، وأسلم السبعين فارس اللي كانوا معاه، وأسلمت قبيلته، أسلم كلها قبل ما النبي يدخل المدينة المنورة. وصل النبي سالما إلى المدينة المنورة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم 12 ربيع الأول سنة 14 من البعثة، لتبدأ مرحلة جديدة من إقامة دولة مسلمة. حكيت لك نبذة مختصرة، وإلا فاللي عايز تفاصيل الهجرة كاملة يقرأ إن شاء الله كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها سيرته من ميلاده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وفيها تفاصيل الهجرة بأكثر مما قلت، لأن الهجرة عشان أشرحها محتاجة يعني 10 دروس أو أكثر من ذلك، لكن أنا حكيتها لك بشكل مختصر. طيب السؤال، هل الهجرة انقطعت؟ أبدا، الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، لأن خلاص مكة أصبحت دار إسلام والمدينة دار إسلام، وخلاص انقطعت الهجرة. لكن هناك هجرة لا تنقطع أبدا. في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد، أخوه اسمه أبو معبد، جئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له يا رسول الله، كلام ده بعد الهجرة على فكرة، فقلت له يا رسول الله بايع أبا معبد على الهجرة، بايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ذهبت أو قد مضت الهجرة بأهلها. خلاص الهجرة خلصت، مفيش هجرة بقى بعد الهجرة دي، خلاص قد مضت الهجرة بأهلها. فقال: فعلما تبايعه يا رسول الله؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. أنا عايز أخد أجر الهجرة، عايز أخد أجر الهجرة وأنا عايش في زماني في القرن 21، أخدها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما فيش هجرة خلاص، لأن مكة أصبحت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الله، وبقيت هجرة لا تنقطع أبدا، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لما تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه فأنت مهاجر إلى الله، ولو عبدت ربنا في زمن الفتن فأنت مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وفي مسلم: العبادة في الهرج في زمن الفتن. وطبعا أنا لا أعلم زمانا كثرت فيه الفتن مثل زماننا هذا، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي. كيف أهاجر إلى رسول الله؟ 4 حاجات. رقم 1، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت حضرتك، وشفت حضرتك أبو بكر الصديق عمل إيه عشان النبي، ضحى بحياته، حياة أولاده وأسرته وفلوسه، وضحى بوطنه، وضحى ببيته، وضحى بماله، وضحى بكل حاجة، ما سابش حاجة. ولذلك شوف ربنا قال إيه عن أبي بكر، قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: ما من أحد منكم كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2، اتباع النبي وطاعة النبي. رقم 3، الدعوة، دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رقم 4، بذل النفس والمال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. حبايب قلبي، الهجرة هتبدأ بركعتين قيام ليل، لما تقوم وتهجر الفراش الوثير الزوجة الحسناء، وتقوم تصف قدميك بين يدي الله وتصلي ركعتين، يوم ما تهاجر وتبدأ بصيام الاثنين والخميس وصيام الثلاث أيام في الشهر العربي، يوم ما تهاجر وتهجر صحبة السوء، وتهجر الكلمة الحرام، وتهجر اللقمة الحرام، وتهجر النظر الحرام، وتهجر النوم والكسل، وتهجر الغفلة، وتهجر الحقد والحسد، وتهجر الغيبة والنميمة، وتهجر الجيرل فريند، وتهجر البوي فريند، ونهجر الحرام كله، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وشعارنا دائما: قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أول المسلمين. وشعرنا وعجلت إليك رب لترضى. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت، وفي انتظار طبعا اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل دوت. لكن بالله عليكم اوعى تنسوا ان في هجرة لا تنقطع ابدا، ان احنا نهاجر بقلوبنا الى الله سبحانه وتعالى، ونهاجر بطاعتنا واتباعنا وتبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نهاجر الى رسول الله. العبادة في الهرج كهجرة الي. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على الحبيب. محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار إن شاء الله إيميلاتكم وتليفوناتكم، وبجد وحشتونا جدا جدا، وإن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله نتواصل معاكم إن شاء الله كل يوم ثلاث الساعة 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت مكة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وبشكر طبعا كل اخواني واحبابي والقائمين على هذه القناه المباركه، واشكر مخرجنا الجميل الاستاذ حمدي، ربنا استاذ احمد حمدي، استاذ احمد حمدي مخرجنا الجميل، ربنا يحفظه ويبارك فيه رب العالمين. ايميلات معانا لاختي سناء شفيق، انتظرناك بفارغ الصبر واتمنى الشفاء لوالدك، امين يا رب العالمين، ادعوا له ربنا يشفيه. لاخت حبيبه جزاكم الله خيرا، وارجو ان تدعوا لي ولزوجي بالصبر، ربنا يصبركم يا رب، وان يرزقنا بالرزق الحلال ويجمعنا قريبا، ربنا يرزقكم كل المسلمين بالرزق الحلال ويجمعكم قريبا ان شاء الله. الاستاذ ماهر من لبنان، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم استاذ ماهر. طيب السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدي اتكلم مع الشيخ الله يخليك. مع حضرتك ان شاء الله، اتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام حبيب قلبي. والله انا حابب تدعي لي الله يطمن الذريه الصالحه. اسال الله عز وجل ان يرزقك وان يرزق كل محروم يجلس امامنا الان بالذريه الصالحه يا رب العالمين. ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب. الاخت مها، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. سلام سلامتك الف سلام. الله يسلمك ربنا. وسلام حضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت انا كان عندي سؤال بس مهم لو سمحت. اتفضلي تحت امرك. انا وانا بصلي لقيت على الحيطه اسم الله واسم محمد كذا مره. فبصلي قصاد الحيطه دي لان انا ظروفي الصحيه تعبانه. نعم. فمش عارفه ده حلال ولا حرام. انت لقيتيها كده وانت بتصلي يعني مش مكتوبه؟ مكتوبه بس من عند ربنا، اسم الله اربع مرات واسم محمد مرتين. طيب خير ان شاء الله، ربنا يبارك فيك، لعل تكون بشرة خير ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب العالمين. الأستاذ أبو صلاح بيقول ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم احفظ شيخنا أبو عمار وجميع مشايخ المسلمين واجعله في ميزان حسناتك واجمعنا بهم في الجنة، آمين يا رب العالمين. أم خالد جزاك الله خير شيخنا، أحبك في الله، حبك الذي أحببتني فيه، أتمنى لك الصحة والعافية، ربنا يا رب يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. في أخ بس مش كاتب اسمه بيقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هل الدعاء صحيح ولا خطأ؟ لا الدعاء خطأ، لأن غلط جدا إن أنا أقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا، مين قال كده؟ وليه لا أسألك رد القضاء؟ بل أسأله رد القضاء، إيه المشكلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء. يبقى إذن بدل ما أقول يا ربي لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لا أسألك يا ربي أن تعافيني من كل بلاء، يبقى هو ده رد القضاء، خد بالك. يبقى إذن ما أقولش يا ربي خفف عن المصيبة، لا أقول يا ربي أزح عن المصيبة. ما أقولش يا ربي خففت نص ونص، لا يا ربي اشفيني تماما. ما تقولش يا ربي بدل ما ابني يضرب بالعربيه فينكسر ايديه ورجليه، لا كفايه رجليه بس يا ربي. لا مين قال كده؟ يبقى مفيش حاجه اسمها لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه، لكن ندعي ونسال الله ان يرد عنا اي قضاء يتعبنا او يحزننا. الاخت حنان من بلجيكا، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم يا شيخ. عليكم السلام لو كنت، اهلا وسهلا. معك حنان من بلجيكا، عندي ثلاث اسئله. اتفضلي. أول سؤال عندي، أنا بشتغل في كليك وبدي أعرف الفلوس اللي باخدها وش حلال ولا حرام. بتشتغل في إيه؟ معلش ما سمعتش.
بتشتغل؟ انا بشتغل في الكويك. في كويك؟ والكويك. في الكويت؟ في الكويك. اصل حضرتك بتقولي انت من بلجيكا، شغاله في الكويت يعني؟ لا، بشتغل في محل مأكولات و يعني كويك. وبدي محل وش حلال ولا حرام عشان اعمل حج وعمره. يعني انت حضرتك المحل ده بيبيع اكل حلال؟ لا، في خنزير وفي شراب كمان. يعني في جزء حلال وجزء حرام ولا كله حرام؟ يعني خنزير؟ لا لا، جزء حلال وجزء حرام. طيب انا بشتغل بس في الـ يعني بقول لك. وحضرتك بتشتغلي في الخنزير والخمر؟ لا، في الحلال باخذ بس بدي الناس مأكولات وباخذ ثمنها بس. ايوه، يعني شغاله قصدي يعني في توصيل الطعام الحرام ده مثلا اللي هو الخمر والخنزير بتوصليه للناس. طيب انا نصيحتي لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب، ان المولى عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ربنا يبارك فيك اخت حنان. انا نصيحتي ليكي، الانسان ما يضمنش هيعيش لبكره ولا مش هيعيش، فانت ابحثي. انا مش هقول لك سيبي النهارده، لكن برضه عشان نبقى واقعيين جدا، حضرتك في غربه ممكن تكوني محتاجه العمل. انا عايز اقول لك العمل حرام، لكن لما يكون انسان مبتلى بعمل حرام في مكان حرام يعمل ايه؟ الهجره بقى، يبحث عن عمل حلال ولا يترك العمل اللي هو فيه اللي هو بياكل منه عيش اللي هو مالوش غيره لحد ما يلاقي عمل حلال. بس ما يقولش بقى ايه؟ اديني بدور 5 6 سنين 10 سنين. لا طبعا، لان الانسان ما يضمنش هيموت على الوضع ده ولا لا. فربنا يرزقنا الاكل الحلال الطيب. الاخت امينه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ محمود مصر، اتفضلي. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. طب اخت امينه، وطي التلفزيون، استاذنك واسمعيني من التليفون. ماشي، اتفضلي. ايوه الو، مع حضرتك، اتفضلي يا اخت امين. انا فرحان اني بكلم حضرتك شيخ محمود مصر. ربنا يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. اتفضلي يا اخت امين، عند حضرتك سؤال؟ اتفضلي. انا بسال عن مبطلات الوضوء ومبطلات الصلاه. طيب حاضر، عينيا حاضر. احنا كده كده عاملين لكم ان شاء الله دروس احنا كده كده عاملين لكم ان شاء الله سلسله دروس عن الصلاه والحاجات دي كلها، وهنشرحها، لان دي طبعا عايزه الوقت كله يعني، فعشان بس هي اسئله خفيفه. ربنا يبارك فيك يا اخت امينه، جزاكم الله خيرا. الاخت نوسه، الاخت سيده، ارجو ان تدعو لي بالشفاء العاجل. ربنا يا رب يشفيك يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذ سيد عبد الرحمن طه، امانه الشيخ محمود الدعاء لي بالشفاء العاجل من الحادث الاليم. ربنا يتم شفاك اخويا على خير ان شاء الله، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويشفي مصابين سوريا، امين يا رب العالمين. وانتوا كمان دعاءكم لينا بالشفاء صوتي، الله يبارك فيكم، ربنا يعزكم رب العالمين. الاخت سعاد الوردي، ارجوك الشيخ محمود ان تدعو لي بالهدايه والفلاح في الدنيا والاخره. ربنا يهديك يا رب ويرزقك الفلاح في الدنيا والاخره ويهدي قلوبنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. الاخت اسماء من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا بسال، بس عايز اسال، انا جوزي مش بخيل من ناحيه الاكل والشرب. نعم. بس بخيل من ناحيه لو عوزنا احنا اي حاجه في البيت مثلا. انا مثلا بحتاج حاجات، او ولادي بيحتاجوا لعب او اي حاجه من الناحيه دي، بخيل. نعم. فانا باخد فلوس بس ما بقولوش، وبجيب نعم. الحاجات اللي انا عايزاها بقى، ان كان لعب، هدوم، يعني اي حاجه. يعني اتفضلي. وبعدين هو من يعني لما بيحصل مثلا مشكله بيني او بينه، كم مره يقول لي ان يعني ايه، انا هسيبك هطلقك، ملوش يعني مش مديني امان. فطبعا انا من كتر اللي بقى بيقوله لي، بقيت بخاف، يعني بخاف انه يغدر بيا في اي وقت. نعم. وانا اهلي مثلا ناس على قدهم، يعني مش عايزه اتحوج لحد او اخد حاجه من حد. نعم. فانا باخد الفلوس مثلا، باخدها منه واجيب اللي انا عايزاه او اللي انا محتاجاه، وبحوش منها مثلا، او اجيب لي حاجه ذهب، هل كده حرام؟ طيب هقول لحضرتك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما جت له هند، زوجه هند بنت عتبه زوجه ابي سفيان، فقالت له ان ابا سفيان رجل شنيح، تمام كده، فلا يعطيني الا ما اخذت من ورائه لي ولولدي.
فقال خذي ما يكفيك وولدك. بس ايه ليه بالنبي عليه الصلاه والسلام؟ قال بالمعروف، يعني مش هاخد من فلوس زوجي عشان اروح اجيب لعب اطفال، انما زوجي ما بياكلنيش ما بيشربنيش، او يعني بيتعامل معايا يعني بحد التقطير، يعني تعبني، فممكن تاخدي من وراه ما يكفيك وولدك بالمعروف، في اكل في شرب في حاجات زي كده، في ملابس لو ما كانش ابنك عنده ملابس خالص، انما عشان اخد واحوش واجيب ذهب ده حرام، لا يصلح هذا. ثانيا نصيحه بقى للزوج نفسه، ان الزوج يتقي الله في زوجته، ويعلم ان كل مليم بيصرفه على زوجته هو ماجور وبيكتب له صدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. يا سلام، يبقى الانسان ماجور في اكل زوجته وفي شربها وفي لبسها وفي اكل ولاده وشربهم ولبسهم وحياتهم وسكنهم وفسحهم، ماجور في كل حاجه، فكيف يبخل الانسان على اولاده؟ وبعدين خدوا بالكم من حاجه، لو انا معايا فلوس اما كنتش امتع ولادي في حياتي بفلوسي، ليه اسيبهم يتمنوا موتي عشان يورثوني؟ الانسان الذكي بدل ما يحوش عشان ولاده يتمنوا ان هو يموت عشان يصرفوا الفلوس ديت، ما يصرف عليهم ولكن بلا اسراف، يعني يصرف في حد المعقول، وفي نفس الوقت يعلمهم البذل والعطاء، يبعتوا فلوس لكفرة يتامى، لاخواننا في سوريا، لهنا هنا، لمشاريع الخير، وهم قاعدين بياكلوا يدي جزء من الطعام لاولاده ويقول له انزل اديه مثلا للبواب الفلاني او الرجل المسكين الفلاني وهكذا. فالزوج ما يبخلش على زوجته، وفي نفس الوقت يديها الامان، مش كل حاجه هطلقك، مش كل حاجه هتبقي طالق، مش كل حاجه عليها الطلاق، بلاش اللغه دي، لان اللغه دي بتخلي الزوجه قاعده مش دريانه بنفسها وحاسه ما فيش امان خالص في حياتها. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت منى من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم هنا سماعك يعني انا هيشفيني ان شاء الله ويعطيني الصبر والامان يا رب. الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين. اتفضلي يا اخت منى. انا يا شيخ كنت يعني انتظر اولاد من 12 سنه. عندك اولاد؟ ما عنديش اولاد. ما عندكيش اولاد؟ يعني عايزه اكون امي 12 سنه وما حصلش. ربنا يتقبل. وحاليا يعني هالسنه يعني ربي كتب لي، ولكن بعد 4 شهور يعني تم اسقاط. نعم. والله يعني ادعي لي بالصبر. انا هدعي لك، ده حاجه. الحاجه الثانيه عايزك تكثري انت وزوجك من الاستغفار، ربنا قال كده: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فربنا ان شاء الله يرزقك يا رب بالاستغفار. ويا ما سالت ناس كثيره من اللي قلت لهم النصيحه ديت وربنا اكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني اكثري من الاستغفار والدعاء، حاجتين كتري منهم، الاستغفار والدعاء. قومي صلي ركعتين قيام ليل كده قبل الفجر وقولي يا رب، يعني رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الاستاذ محمد، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسترك. احبك الذي احببتني فيه. اسال الله ان يتم على والدك الشفاء والعافيه يا رب. امين يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اسالك بس دعاء لاولادي بالهدايه. ربنا يهدهم لك ويبارك في جميع اولاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يحفظك يا رب، جزاكم الله خير حبيبي. اختي بعتة بتقول انا مش عارفه ليه مش قادره البس حجاب وخايفه من ربنا. انا طبعا هي مش كاتبه الاسم، لكن انا اكيد هي ما دام بعت الايميل دلوقتي اكيد هي قاعده قدامنا، وانا بقول لك وعد امام الله سبحانه وتعالى دلوقتي توعدهن ان شاء الله ان هجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجره الى الله من قبل العباده في الهرج كهجره الي. قولي ان شاء الله مهاجره الى الله ورسوله، ومن بكره الصبح هلبس حجابي لعل وعسى يمكن تكون اخر ليله في حياتك. ربنا يرزقك يا رب طول العمر مع حسن العمل، تقومي تموتي على نيه طيبه زي كده تخشي بيها الجنه وتكوني مع امهات المؤمنين في الجنه. فعايز النيه الطيبه دايما، كتروا من نوايا الخير. انا انوي في نيتي، انا دلوقتي بدي الدرس اهو يوم الثلاث، في نيتي وانا قاعد دلوقتي ان اتقاني الله ليوم الثلاث اللي جاي
ان شاء الله اقدم درس يكون كويس، ربنا ينفع بيه المسلمين. لو مت قبل يوم الثلاث خدت اجر الدرس دوت، فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الاخت منى من مصر، السلام عليكم. طيب الاخت شيماء او ام الاخت شيماء، انا بحط كحل ولابسه نقاب وبيخلي عينيا اجمل على بيبقى باين طبعا. وخدوا بالكم من حاجه، المنتقبه لو حاطه كحل ومزينه نفسها ممكن تكون اكثر فتنه من اللي كاشفه وشها او حتى اللي متبرجه. فمدام حضرتك لابسه نقاب وعينيكي باينه فلا داعي للكحل او المسكره او الاشياء التي تزيد من جمال الواحده، وعشان ما نكونش فتنه سبب فتنه الناس وكده. ربنا يا رب يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. ام محمد، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يعزك ويسترك يا رب. انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك والله. ربنا يسعد قلبك يا رب. الله يخليك يا رب، الله يخليك ويبارك فيك. ادعي لي يا شيخ، الله يخليك، ربنا يثبتني. انا متوجهه لربنا كويس اليومين دول، بس نفسي مالناش غيره والله. نفسي يعني ابقى عندي خشوع في الصلاه، نفسي ربنا يثبتني كده ان انا اتجه له اكتر واكتر. دايما كده يا محمد الصحبة الطيبة، لما يكون في صحبة طيبة واحدة صالحة وتخليكي معاها، تتصلي بيها، تتصل بيكي، تيجي تقعد معاكي، تقعدي معاها. الصحبة الصالحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. يقول لك: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصاحب ساحب فعلا، إما أن يأخذ بإيد الإنسان إلى الخير وإما أن يأخذ بإيده الى الشر. ربنا عارفين وعافيكم يا رب من صحبه السوء. فشوفي حد يعينك وتعينيه، واحده يعني صاحبتك. نفس الوقت برضو على قد ما تقدري الدعاء. النبي عليه السلام كان اكثر دعاء النبي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الايمان بيزيد وينقص يوم النبي علمنا: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. قول: يا رب ثبتنا على الايمان، يا رب جدد الايمان في قلبي. الأدعية الجميلة دي تخلي الإنسان قلبه على طول فريش كده ومنتعش بالإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. الذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل الأشياء دي يا محمد بفضل الله تثبت الإنسان. الصحبة الطيبة، الذكر، القرآن، الصلاة وقيام الليل، الصيام، الدعاء، كل هذه الأشياء من الأشياء التي تثبت الإنسان بفضل الله. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم أم أحمد، السلام عليكم أم أحمد، معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو أم أحمد، يا ريت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. طيب حلو. معاك يا ام احمد، بس وطي التلفزيون بعد اذنك. يا والله. طيب خلاص، احنا معانا قد ايه يا استاذ احمد؟ 10 دقايق. طب قبلها بثلاث دقايق قول لي كده، عشان ايه؟ عايزين ندعي كده. الاخت هدى من مصر، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك. والله يعني اقول لحضرتك انا الحمد لله بصلي، وده فضل حضرتك انت. يعني انا لما سمعتك الحمد لله التزمت وبصلي سنه وبصلي الفرض وبصلي قيام ما شاء الله، لكن دايما خايفه ان هي تكون مش مقبوله عند ربنا، فمش عارفه يعني. الخوف ده مخليني متردده لا كتير. لا نحسن الظن بالله. بص حضرتك، هقول لحضرتك حاجه، انا في الدعوه بقالي 22 سنه. لو ان الشيطان دخل، ويا ما دخل الشيطان وقال لي احسن تكون مش ما انتش مقبول، واحسن تكون بتفعل ده عشان الناس تقول ده كذا، احسن تكون، كنت دائما اقول اخسأ عدو الله كما كان النبي يقول للشيطان اخسأ عدو الله بس، واتجه لله سبحانه وتعالى واجدد نيتي. ما دام الانسان نيته لله سبحانه وتعالى، ممكن الشيطان يخش له المداخل ممكن، لكن الانسان يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى ويجدد نيته ويحسن الظن بالله. انا احسن الظن بالله ان ربنا قبلني، وان ربنا ان شاء الله يبارك في دعوتي، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتي. كذلك نفس الحكايه، اعبدي ربنا واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا ان شاء الله لن يردك ان شاء الله. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي روايه: ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله.
أم الزهراء من اليمن. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أم الزهراء. أيوة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أيوة. تفضلي. مين معايا؟ معاك الشيخ، معاك أخوك محمود. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ سلامنا. الله يبارك فيك. سلامنا لإخواننا من أهل اليمن. ويزيدك علم إن شاء الله ويكون في ميزان حسناتك يا رب. الله يخليك. سلامنا لأهل اليمن. وربنا يا رب وربنا ييسر لكم الاحوال والامور ان شاء الله على خير ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي. الوالده هنا جنبي بتسلم عليك وبتقوى ربنا يزيدك علم وخير ان شاء الله ويا ريت تدعي لنا احنا يا رب. هدعي لكم وخلي الوالده تدعي لي، خليها تدعي لي بالشفاء وخليها تدعي لي بحسن الخاتمه وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الله يبارك لك فيها رب العالمين. اهل اليمن أم أرق أفئدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة يمانية والفقه يماني. النبي صلى الله عليه وسلم زكى أهل اليمن طبعا تزكية عظيمة جدا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أدفع عني الشيطان ووساوسه؟ الأخت هناء من السودان، ده إن شاء الله هيكون درس كامل إن شاء الله، إزاي ندفع وساوس الشيطان ونتكلم عن مداخل الشيطان بقى ويعني وطرق الشيطان في إضلال الناس. الأخت سلمى، أرجو يا شيخ محمود تخصيص حلقة عن النقاب واللبس المناسب الشرعي، وأرجو أن تدعو لي بارتدائي. أنا هدعي لك بارتدائي وأنت كمان خلص النية لله سبحانه وتعالى وهجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولي إن شاء الله من بكرة هلبسه. وعد يا أخت سلمى إن شاء الله. ولو وصلتني رسالة الحلقة القادمة إن شاء الله في الإيميلات إن حضرتك لبست الحجاب، والله العظيم سأدعو لك دعاء خاصا على الهواء. ربنا يتقبل يا رب. بشوف منتقبات لابسين ضيق، ممكن نصيحة لهم؟ طبعا يعني ما فيش حد في الدنيا معصوم، ممكن تبقى منتقبة ولكن عندها بعض الأمور اللي فيها نقص، إما مثلا اللبس ممكن تكون لابسة نقاب وعليه لبس ضيق، تكون لابسة نقاب كشف أيديها وكشف جزء كبير من وشها، لابسة نقاب ممكن وتكون حاطة مكياج وحاجات زي كده. طبعا كل دول محتاجين، وطبعا دول وإن كانوا قلة لكن محتاجين برضو النصح، لأن يعني الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا محتاجين النصيحة، أنا محتاج النصيحة وأي حد في الدنيا في أي مكان في أي منصب في أي وضع كلنا محتاجين النصيحة، ولكن النصيحة لما بتكون برحمة ورقة ويبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ربنا يعني بيبارك فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك. ارجوك الاول تدعي لي ربنا يهدي جوزي. ربنا يهديهولك ويهدي جميع ازواج المسلمين يا رب العالمين، يا رب سواء رجال او نساء. انا يعني جوزي تعبت معاه والله، هو يعني بيرتكب معصيه وكده، فانا تعبت معاه، فمعاه لما انا حرمت نفسي عليه، فانا كده حرام عليا ولا لا؟ يعني بص يا ام احمد، ربنا يبارك في حضرتك، سؤالك واضح، لكن عايز اقول حاجه. عايز اقول لو ان الزوج مثلا بيقع في معصيه ما، فالزوجه الذكيه ان هي تحاول تذكره بالله بلين وبرحمه وبادب، واحيانا بيتطلب الامر ان الزوجه تذكره بشكل غير مباشر. احيانا الزوج ممكن يكون عندي ما يقبلش ان حد ينصحه، وخصوصا زوجته مش عايزه تنصحه، لانه هو مفكر، وده غلط طبعا، فكر ان هي لما تنصحه كانها عامله نفسها احسن منه. لكن هي النصيحه لابد ان تكون متبادله بين الزوج وزوجته، انا انصحها وهي تنصحني ونتناصح فيما بيننا عشان نوصل لبر الامان. فإن قابل النصيحة أم أحمد فبها ونعمة عين، ما رضيش ما قابلش النصيحة ممكن تشوفي أقرب الناس إليه وتخلي حد يعني يكلمه، ولكن ما تفضحيش زوجك، ما تروحيش تقول ده بيعمل معصية كذا، لكن تقولي مثلا يعني عايزة بس يجتهد أكتر في العبادة إلى غير ذلك. إنما الزوجة اللي تروح تقول لحد ده زوجي بيعمل معصية كذا وكذا وكذا وكذا، ده يخليه يعند أكتر يا أم أحمد ويخليه يصر على المعصية. والدعاء لي يا ام احمد بقى، ربنا يبارك فيك يا رب. ايوه يا استاذ احمد. الاخت كنز من فرنسا. كنزه من فرنسا. كنزه؟ وي كنزه من فرنسا. كنزه من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا اختي كنزه. عايزه اتكلم مع الشيخ محمود المصري. مع حضرتك، مع حضرتك. عايزة أسأل عن حلم حلمته. والله يا أختي كنزة ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، أنا الحقيقة ماليش في الأحلام والله، لكن لو في سؤال شرعي أنا تحت أمر حضرتك والله، بس معلش موضوع الأحلام والله أنا ما بخشش في موضوع الأحلام ده خالص، يعني ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. معانا دقيقتين ونص للدعاء،
محتاجين الدعاء يا جماعه، محتاجين ندعي لبلدنا، محتاجين ندعي لاهالينا، محتاجين ندعي لنفسنا، محتاجين ندعي لكل المسلمين، محتاجين ندعي اهل سوريا. ففي دقيقتين ونص كده ندعو وتؤمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم إن إخواننا في سوريا جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا، بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت